السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظرة سريعة على الماتيريال. لو أنا عملت سيلكت على أي حاجة ودوست حرف ال M بتظهر الماتيريال، أروح مختار الماتيريال اللي أنا عايزه. لو أنا عايز أغير خصائص بتاعة الماتيريال ديت بدوس كليك يمين وأقول له ماتيريال بروبرتيز، أو أدوس مرتين على الماتيريال اللي أنا مختارها. تمام، باجي عندي اختيار من ضمن الاختيارات الجميلة اللي هو هاي سيلكشن هايلايت، بيطفيلي الهايلايت بحيث ان انا اقدر اشوف الشكل فعلا لما هيتنفذ الحاجة دي هتبقى عاملة ازاي. تمام، برجع تاني الجينريك، ممكن اغير اللون زي ما انا عايز، ممكن احط صورة ريفليكشن لو انا عايز العنصر ده يعمل ريفليكشن، يعمل ريفليكشن دي ترانسبيرنسي لو انا عايز يبقى شفاف. تمام، بتلاقي اختيارات اغلبها كانت موجودة في ال 3D Max والاوتوكاد، وان شاء الله في المشروع اللي هنعمله مع بعض نبدأ نشوف الاختيارات دي كلها بالتفصيل. تمام، اهيت، وممكن اجيب الماتيريال من لوك هنا بلاقي الماتيريال اهيت assign to selection، يعني باخد اللون ده اخليه للسيلكشن دوت، يعني اخترت عنصر تاني وليكن مثلا دوت ودوست هنا وقلت له assign to selection، خلاص العنصر ده بياخد نفس الماتيريال ديت.